أدهم نابلسي صوته احساسه نسخه عن مين بيشبه مين؟ هلا الكل بقول وائل وانا بقول وائل اكيد. لما نزلت نسخه منك كتار فكروا انه وائل كفوري اكيد. بسطك هذا الموضوع ولا يعني هذا الشيء تشبيه الصوت دائما هو شيء ايجابي ولا سلبي بالنسبه لك؟ هلا بالعكس انا يعني انا الفنان وائل كفوري انا بحبه من وانا صغير يعني متربي وانا صغير على بسمع اغانيه وانا صغير ف وكان بالنسبه لي انا تعاملت معه وتعرفت عليه شخصيا وانه كنت اصلا بالبروجرام اللي هو كان فيه هذا شيء كثير حلو بالنسبه لي بنفس الوقت مثل ما انت حكيت كنت باكس فاكتور بفريقه كنت صح فبنفس الوقت انه الناس شبهوا صوتي لصوته فانا بالنسبه تخيل انت يعني في شخص كثير بتحبيه وكثير بتحبي صوته فالناس تشبهت له فهذا الشيء بيكون منيح او لا طبعا اكيد هلا بعدين معقول بعدين تزعجك هلا مش موضوع بلش الغرور لا مش موضوع تزعجني اكيد لا بس هي الفكره انه لما انزل اغنيه بحب انه اكون عن جد الناس تعرف انه انا ادهم بس هي الفكره ولا انا بالعكس بتشرف انه يكون يشبهون صوتي لصوت وائل كفوري انا بفتخر بهذا الشيء توقعت نسخه منك تعمل لك كل هالضربه بلكي كانت هي اللي يعني انه انا هون يمكن اكثر غنيه قالت انه زيحوا من الدرب في حدا فايت على الخط صوت كتير كبير هلا الواحد بتامل يعني احنا كل اغنيه بنعملها بنكون عن جد مطلعينها من قلب الواحد بتامل يعني انه توصل لاكبر عدد من الناس وعن جد يعني يحسوا فيها هلا كنا متوقعين بس مش لهالدرجه صراحه يعني كنا متوقعين انه مثلها مثل اللي قبليها يعني انه يعني زي ما حكيت لك انا بحب انه شوي اطلع يعني ما يعني كثير بفور بسرعه بهدأ يوقع بسرعه فانا انا حابب اني انا شوي يعني انزل اغاني تكون عدل المسؤوليه اللي بيعطوني اياها الناس وعن جد انه تكون فيها ذوق شوي لما الناس تسمعها تحس انه في عمل فني يعني مش بس اغنيه هيك فحبيت اني انا شوي والحمد لله الاغنيه هاي يعني عملت شيء كثير حلو وان شاء الله هلا نشتغل على هلا اصعب اللي بعدها اكيد شو صار من بعدها يعني نجوميه ادهم النابلسي شو كتروا اكيد كتروا المحبين المعجبات صار كل شيء كل شيء كبرت الخصه براسك ولا بعد لا اكيد ما اذا كبرت الخصه براسي ببطل اغني طب قل لي شو صار اللي صار انه بتعرفي لما تحسي انه يعني انا صار لي 3 سنين تقريبا سنتين ونص تعبنا كثير بهالسنتين ونص فبتحسي انه في تدريج بالموضوع بس توصلي لمرحله بيجي هي البيك يعني خلص بتحسي انه هلا انا حسيت انه انا عن جد اللي عملته مش على الفاضي واللي راح اعمله راح يكون احسن واحسن وانه حسيت بقيمه عن جد لما الناس يحكوا لك انه انا بحبك بدون ما بده شيء منك يعني ما بيجي شخص يحكي لي انا بحبك او انا بحب اغانيك او 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 الشخص هذا ما بده مني شيء يعني ما في حدا جابه انه يحكي لي هاي الكلمه عن جد طالعه من قلبه فهاي الكلمه عندي بتسوى كل شيء يعني الأغنية نجحت ببلدك بالأردن وأنت كمان أصل فلسطيني يعني نجحت بفلسطين وبالأردن مثل ما نجحت بلبنان أكيد وين ما كمان يعني أنا بصراحة ما كنت متوقع يعني مثل ما أنت حكيتي لأنه الواحد بيكون تارجت تبعه الأغنية اللبنانية بتكون بيروت لبنان بس بالأردن سمعت يعني أصداء كتير حلوة وكتير انبسطت حتى لأنه أنا بالأردن شوي إطلالاتي قليلة لانه دائما هون ببيروت لانه مثل ما حكيت لك يعني الواحد هون بيروت الواحد دائما بحب تكون انطلاقته من بيروت صح لانه بيروت يعني بلد الفن بتحس اذا ما انطلقت من هون في شيء غلط اكيد لانه بدك بيس يعني بدك بيس تكون قوي وبالاردن عندنا يعني في بس بدهم شوي يعني عرفت شو لازم يعني في كثير ناس دعم بالنسبه للفنانين الاردنيين يعني لمين قالت نسخه منك يعني او بيقولوا كتير انه نص القصص اللي بغنيها ادهم عايشه لانه كتير رومانسي هلا ما هي انا عشتهم بالماضي كله عشتهم بالماضي هلا بدي اطلعهم عليكم طب انت اللي اتجوز عمره 21 سنه انت اللي تعمل كل هالقصص من وانا صغير انا شكلك حبيب من انت وصغير بحكي لك انا يعني خلص اذا بدي عن جد افوت بعلاقه مع اي شخص للعدم فيش مزح ما في ابدا وما بقدر اتخلى عن الشخص انا مش من النوع ابدا يعني انا ممكن الشخص لو شو ما عمل فيه اسامحه وهي شغله يمكن غلط ويمكن صح يعني مع ناس بتكون غلط ومع ناس بتكون صح في ناس بتستغل هاي الشغله يعني يمكن لو انت طيب كثير معي بصير انا عارف خلاص مثلا ما راح تتركني قلبك بيغلب عقلك أيوة يعني نسرين مثلا ما راح تتركني انا بعمل هيك 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 هيك, هيك. كم حدا بيتغزل بعيونك صوروا له عيونه كلوز عيونه زرق واسنينه حلوين شو كل شيء حلو تسلميلي أنا كثير والله مبسوط فيك أو أنا مبسوطة فيك طب ليك ما بك تغني لنا